طول عمرك كان نفسك في اخ، اهو جالك تلاتة واولاد. على العربية دي خير يا باشا؟ فيه فيه يا باشا. يا شاطر عشان تبقى تقف من غير رخصة. يا باشا انا عملت ايه؟ والله العظيم انا ماشي من الجراحة. ايه يا باشا الحملة دي يا باشا؟ فيه ايه؟ طب بالراحة. بقول لك ايه، وسع خيرك يا باشا، بالراحة وسع خيرك. طب سيب التلاجة يا باشا. لم يا ابني، حمل الحاجة دي كمان. يلا ما تخليش حاجة في العربية. يلا الو، انت فين؟ تقدر ما تعملش حاجة. أنا كمان حصل عندي نفس الكلام. سيبهم ياخدوا اللي هم عايزينه وبعدين نتصرف. يلا. اعمل حسابك لو المنظر ده اتكرر تاني هتبقى قضية وهتشرف معانا في البوكس. يلا يا جماعة. يلا. معلش يا علي، إن شاء الله هنبقى مكان تاني. محتاج حاجة؟ شكرا. انا مش فاهم حاجه، يعني الناس اللي ابوك كان واقع معاهم دول هم السبب في الحوارات دي؟ بالظبط، اللي يخليهم يوصلوا لابوك، يوصلوا لبتاع الحي، يوصلوا هم عايزينه. والرسائل دي كانت مجرد لفت انتباه. انا الكلام ده ما يمشيش عليا، انا اعرف اخد حق بدراعي كويس، انا مفخرهم يركبوه. بالراحه بس، بالراحه. هم عايزين الدليل اللي معانا، اللي هو مش معانا، فبيجسوا نبضنا. دليل ايه يا جدع انت؟ واحنا معانا حاجه ولا عارفين نوصل لحاجه؟ ما دي المصيبه. خلاص احنا نلاقي الدليل ده وندهولهم ونخلص من الحوار ده كله. ما نقول لهم معناش حاجه ويحلوا عندنا وخلاص. ما حدش هيصدقك، وبعدين احنا عارفين هم مين عشان نديلهم حاجه اصلا ولا نكلمهم؟ شكلنا مكتوب علينا كده نشيل بلوته. بس شوف هنعمل ايه. انا معاه. الحاجة اللي ابوك سابها تحضر، يا اما هتحصلوا على التراب بدري. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.